السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الدجاج في الفران. ممكن نستعملوا الفخيضات، ممكن نستعملوا الدجاجة كاملة ونقطعوها أطراف كيف ممكن. أنا هنا درت الفخيضات ودرت الصدر لأن ولادي شي كياكل غير الفخاد شي كياكل الصدر. بحق أنا عندي غير ولدي الصغير اللي عزيز عليه الصدر، أما حنا كنا فعزيز علينا الفخذ. فهذا الدجاج في الفران كيجي لذيذ بزاف، واش غنقول لكم شي حاجه اللي رائعه. وبغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم في الوصفات ديالي، خصوصا هاد الاطباق ديال الدجاج في الفران. وانتم اللي كنتو طلبتوها بزاف، بغيتوا وصفات هكا يكونوا خفاف لرمضان الكريم. فاليوم غنديروا معكم هاد الوصفه ديال الفخيضات ديال الدجاج بالبرتقال والكيتشوب، شي حاجه فوق الوصفه البنات. نتمنى تجربوه حتى هو لانكم ما غاديش تندموا. وبالنسبه للبنات اللي تيقول لك ما تيبغوش الكيتشوب، فهي ما تتبانش ابدا. واخا يكون عندك شي واحد ما تياكلهاش ما تيعرفش واش راه كياكل داك الدجاج فيه الكيتشوب. فنتمنى تجربوه وراكم ما غاديش تندموا. فلهاد الوصفه غادي نحتاجوا هنا الدجاج على حسب عدد الاشخاص، هنا عصير ديال البرتقاله، غادي نحتاجوا واحد 4 المعالق ديال الصلصه ديال الكيتشوب. ما تخافوش منها البنات، غير ديروها. انا كندخلها في الاطباق ديال الدجاج بزاف، وهاد الايام عاوتاني في البيتزات كتجي رائعه. غنحتاجوا الملح، فلفل اسود، غادي نحتاجوا هنا البصل مجفف والثوم مجفف، و 4 المعالق ديال صوص الصوجا. هذه هي المقادير ديال هاد الدجاج في الفران. فغادي ندوزو لطريقه التحضير. في نفس الاناء اللي غادي نخدم فيه غنطيب فيه الدجاج ديالنا، غادي ناخذ نجيب واحد المعلقه كبيره غادي ندير 4 المعالق ديال صوص الصوجا، انا هنا دايره الصوص الصوجا غير مخففه يعني لايت. هنا درت 4 المعالق، غادي ندير 4 المعالق كبار ديال صلصه الكيتشوب، ربعات المعالق حتى هو من الكيتشوب. غادي ندير ثوم مجفف، وغادي نديرو البصل مجفف حتى هو، لكن كاين فرق، كاين اللي كنلقاو البصل مطحون، كاين اللي كنلقاو هكا شويه مجروش يعني غليظ، هذا هو اللي حاجتنا فيه. الا ما عندكمش ممكن ديروا حتى الاخر. البصل هنا واحد المعلقه كبيره، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملحه، وما نكثرش الملحه لان صوص الصوجا مالحه. وغادي نضيف هذاك العصير ديال البرتقال، غادي نخلطهم مزيان، فهو كيجي خفيف ولذيذ، غير جربوه. دابا غادي ناخذ الدجاج ديالنا، غادي نحاول يتشرب، هذا راه كيجي معسل. الدجاج راه مغسول مزيان ودايره فيه هاد الفليحات باش تدخل ليه هاد العطريه، اولا بالاحرى هاد الماريناد. هذا راه دجاج خفيف كيجي منسم بعصير البرتقال. فانا راه خدامه بيدي،
هنا حتى الصدر فلحتو. انا عندي ولدي الصغير احمد كيبغي الصدر بزاف عكسنا كاملين. عاد هو صايم هاد العام فكنديروا ليه خاطرو. فغادي نقادو في الطبق ديال التقديم. كنديرو هكا. المهم قادو كل سيدة تقادو على حسب الذوق ديالها. صافي غادي نغطيه وغادي نخليه واحد شنو نقول لكم واحد جوج ديال السوايع عاد غادي ندخلو الفران يطيب.